تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تطوير وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بمطار البحرين الدولي، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع شركة مطار البحرين عن انتقال عمليات مطار البحرين الدولي إلى المستوى الثاني، والتي تمكن الطيارين من الملاحة والهبوط في الظروف الجوية الصعبة وانخفاض الرؤية. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في تطوير وتحديث أنظمة الملاحة الجوية بمطار البحرين الدولي، قامت وزارة المواصلات والاتصالات بخطوات سريعة ومدروسة تتناسق مع هذه التوجيهات وتتوافق مع معايير منظمات الطيران الدولي، حيث استكملت شؤون الطيران المدني بالتعاون مع شركة مطار البحرين إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى للانتقال إلى المستوى الثاني من مشروع تطوير وتحديث أنظمة الملاحة الجوية والهبوط الآلي بمطار البحرين الدولي، وذلك وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال. نحن ننتقل من المرحلة الأولى لمرحلة ثانية بما يخص نزول مقرات الطائرات في الحالات الجوية السيئة، وهذه من ضمن الخطة الموضوع لتوسيعة المطار. فاحنا اليوم بنفعل تجربه للتاكد من جاهزيتنا كموظفين نعمل على المدرج، وللتاكد من جاهزيه الاجهزه الملاحيه مع الاضاءه على 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 على, على, على مدرج المطار. فالتجربه موضوعه على حسب خطه موضوعه مسبقا، واحنا اليوم نبي نتاكد بالضبط من جاهزيه جميع الادارات الموجوده في الطيران المدني وفي في شركه مطار البحرين اللي مختصه بساحه المطار. التجربه كلها الهدف منها ان احنا نشوف تفعيل الاجهزه والوقت اللي بناخذه لإتمام هذه التجربة. سيناريو افتراضي للحالات التي تطبق فيها إجراءات المستوى الثاني أثناء الظروف الجوية الصعبة قام بتنفيذه موظفو مطار البحرين الدولي بجاهزية عالية ليكونوا على أهبة الاستعداد في حال انخفاض الرؤية بسبب الظروف الجوية المتقلبة التي قد تواجهها المنطقة بين فترة وأخرى. تم تحديث إجراءات المراقبة الجوية لمواكبة المتطلبات الدولية في حالة تدني الرؤية الأفقية، وكذلك لضمان استمرار تشغيل المطار واستقبال نزول الطائرات في حالة تدني الرؤية لأقل من 800 وأكثر من 350 متر. وهذا التحديث يسمى بالمستوى الثاني وهو الكاتيجوري 2، وعليه تم تدريب المراقبين الجويين لهذا التحديث الأخير، وعليه تم تدريبهم على مستويات تشبيهية أو تدريبات تشبيهية للانتقال من المستوى الواحد الأولي إلى مستوى 2 من كاتيجوري 1 إلى كاتيجوري 2، وذلك لضمان تواصل الخدمة وعدم انقطاع الخدمة، ولتحديث الإجراءات لتحديث هذه الإجراءات تم عبر لعدة لقاءات مع شركة مطار البحرين، وذلك لتوحيد وتنسيق الجهود لضمان أمن وسلامة الطائرات والحركة الجوية في حالة تدني الرؤية. هذا التدريب الذي نظمته شركة مطار البحرين بالتعاون مع إدارة الملاحة الجوية التابعة لشؤون الطيران المدني يأتي ضمن سلسلة من عمليات التدريب وتحديث الإجراءات التي تجرى في هذه الحالات، وصولا إلى التطبيق الفعلي في 11 من شهر أكتوبر الجاري. نظام متقدم يساعد الطائرات على الهبوط بشكل سلس في أصعب الظروف الجوية، ما يضمن سلامة المسافرين والتقليل من تأخير الرحلات الجوية أو تحويلها إلى المطارات المجاورة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.